أما مسألة بقى المرحلة اللي أنت نويت بيها والقضايا وإلى آخره، لكل مرحلة ظروفها ووقائعها وناسها زي ما بيقولوا. أنا قيد لي أن وأنا رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن أنا أحقق أو أشارك في تحقيق القضايا الآتية. أول قضية دخلتني نيابة أمن الدولة كنيابة متخصصة في القضايا السياسية والأمن وإلى آخره كان قضية 15 مايو اللي هي بتاع مراكز القوة، صحيح، اللي الرئيس السادات يعني الحقيقة كلنا عارفين اللي حصل، صحيح، انه اعتقل تقريبا الدولة جسارة طبعا جسارة، لانه اما تلاقي يعني من اول طبعا رئيس الاتحاد الاشتراكي وقتها اللي كان موجود، وبعدين وزير الداخلية شعراء وجماعة، وبعدين وزير الحربية كان اسمها وقتها محمود فوزي، وزير الإرشاد محمد فايق، والعديدين من الشخصيات اللي موجودة، محافظ القاهرة وجيه أباظة. يعني كانت تجربة يعني زي ما احنا عارفين في غاية الأهمية والخطورة. فأنا الحقيقة يعني كنت زي ما بيقولوا الكوردينيتور بتاع التحقيق، واتعمل يعني مكان لينا للتحقيق اللي هو مجلس قادة الثورة اللي على النيل، تمام، اللي جنب كوبري قصر النيل. كان لينا فيه قصة طويلة وتجارب وذكريات يعني تحكى. يعني القضية التانية قضية الفنية العسكرية اللي فيها صالح سرية الفلسطيني والأناضولي، كارم الأناضولي والأنصاري وغيرهم، كانوا مجموعة من طلاب الكلية الفنية العسكرية، كان فيها ضحايا حوالي 14 يعني شهيد. دي خدت شوط كبير وخلتني، كانت قضية غريبة الحقيقة. طبعا، والأولاد كانوا يعني تابعت القضية دي وكنت بتابعها جدا، لأن أنا كنت مستغرب بموقف الأولاد، ما دي كانت مشكلة، الانحراف الفكري اللي موجود جواهم وإيمانهم بهذا الانحراف الفكري، يعني وجه اللي سيطر عليهم وتفكيرهم صالح سرية اللي هو فلسطيني عراقي ومتطرف، فقدر يسيطر على أفكارهم. والغريبة ان احنا بعد ما خلصنا هذه القضية وترافعنا فيها وكله، انا اخدت ملف هذه القضية ووديتها المركز القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية. عملنا عليها بحث كبير جدا لمدة يمكن 3 سنين عشان نشوف ايه اسباب الانحراف وايه اسباب التطرف، وكانت هذه هي عمدة الدراسات للتفكير الارهابي، وموجودة من جزئين في المجلس الحقيقة يعني. ثم في قضايا تانية موجودة بقى الحقيقة، يعني غير مقتل الشيخ الذهبي وزير الأواف، طبعا، وقضية التكفير والهجرة، وقضية التكفير والهجرة، يعني وكل واحدة لها ظروف ولها ذكريات الحقيقة جامدة. بس اسمح لي يعني في لمحة كده للرئيس السادات أنا يعني أحب أقولها. تفضل. في قضية مراكز القوة. هو لما اعتقل هؤلاء المسؤولين، كان البلاغ اللي جانا على إنه دي محاولة قلب نظام الحكم. فإحنا حققنا وشفنا التحقيق. بعد ما خلصنا بحكم إن دي قضية أمن دولة وبحكم إن الرئيس هو اللي بلغ، والامر كان كبير طبعا زي ما احنا عارفين، فحب يعرف ايه اللي انتهينا الى ايه. فالنائب العام قال لي جهز كده، الرئيس عايز ياخد فكره عن اللي حصل. فكان في استراحه القناطر رحنا، تمام، وانتظر بقى ان احنا نحيل القضيه كمحاوله لقلب نظام الحكم. فوجئ ان النائب العام بيقول له والله اللي حقق يعني ما انتهاش للرأي ده. قال ازاي دي مش قلب نظام حكم. فقام قال لي ايه انتهيته لايه الرئيس السادات يعني. فقلت له سيادة الرئيس انا توجست خيفة يعني، قلت بقى ايه يعني الحكاية كده صعبة يعني.
سيادة الرئيس القضية دي التهمة بتاعتها طبقا للمادة 99 من قانون العقوبات. قلت الأول لما نقول كلام كده إيه هدوء ونهرب من المواجهة الصارمة يعني. تمام. قال لي دي بتقول إيه دي؟ قلت له بتقول اللي يعني يضغط على رئيس الجمهورية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل يعني يعاقب بكذا. قال يعاقب بإيه؟ قلت له يعاقب بالسجن. قال السجن ده يطلع قد إيه يعني؟ قلت له من 3 سنين ل15 سنة. أيوة. فهو ظريف كده قال لي بس. قلت له ده القانون. قال لي هي ما فيهاش قلب نظام حكم. قلت له لا يا سيادة الرئيس. قال لي إزاي؟ قلت له سيادتك لما يبقى وزير الحربية ووزير الداخلية ووزير الإرشاد والأستاذ أحمد كامل مدير المخابرات من ضمن المقبوض عليه واللواء طلعت رئيس مباحث العامة كان وقتها اسمها كده ومحافظ القاهرة وآخرين وعلي صبري بتاع الاتحاد الاشتراكي لما دول يجتمعوا كلهم ونقول عليهم ما يقدروش يعملوا قلب نظام حكم. لا، أي محامي يا سيادة الرئيس بسيط من غير ما يجتهد هيروح للمحكمة يقول لهم دول ما يعرفوش يعملوا قلب نظام حكم. فقام قال لي طب امال ايه يعني؟ قلت له الافضل التهمة دي والافضل يا سيادة الرئيس انك تبعد القضاء عن القضية دي. الله. لانه مش هيدي لك اللي انت في دماغك. قال له امال رأيك ايه؟ قلت له سيادتك لما انت قمت بثورة 52 مش عملتوا محكمة اسمها محكمة الثورة لما حكمت العهد البائد وبعدتوا عن القضاء خالص لان النائب العام وقتها حفظ سابق مستشار حفظ سابق قال لكم بعدوا عن القضاء في القضايا دي. قال لي قلت له خلاص نبعد القضاء عن القضية دي وتروح للمدعي العام الاشتراكي وسيادتك تعمل محكمة خاصة برئاسة الأستاذ حافظ بدوي رئيس مجلس الشعب ويعني تحكم زي ما عايز لأن دي قضية سياسية ونبعد إحنا يعني نبعد إحنا كقضاء. أصلاً الفكرة فيها لقيت إنه قلب نظام حكم لا مش قلب نظام حكم لا طب ليه القضاء يخش في اللعبة دي؟ صحيح. فبص كده وراح مولع البايب بتاعه وقام قال لي برافو يا ولد. أنا قلت ولد ولد مش بس مهم بس المهم المسألة مش مشكلة. وكان لمحة لطيفة منه الحقيقة انه هو اخذ بالرأي ما تعصبش الرأي بتاعه. فدي من الحاجات اللي انا اذكرها له الحقيقة يعني بكل الفضل يعني. الحقيقة انا رسالات كزعيم يظل التاريخ سيسجل لهذا الرجل انه من اعظم الزعماء اللي هم جم في هذا القرن وكان عنده جسارة غريبة يعني ان هو ياخد قرار مرة واحدة وينزل قائد الحرس يلم كل الناس دي. الحرس الجمهوري هو اللي نزل يلم الناس دي. هذا يعني جرأة غير عادية.